اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره لاخر برنامج موعدنا شباب اللي يطلع كل يوم من الساعه 6:30 الى الساعه 8 بتوقيت السعوديه، ومثل ما عودناكم كل يوم بحلقات موعدنا شباب البرامج او الاشياء اللي بدنا نحكي بيها كلها اشياء منوعه من صحه رياضه جمال وترندنج. وياي اني شهناز وريم ومها ومحمد. محمد اليوم زعلان على المباراه، فاليوم بديت الحلقه بمكانه. قول لنا شنو شعورك؟ دراما يعني تحس ان هي تبقى بعنوان دراما. اللي حصل امبارح كان صعب على مش عارف صعب على المصريين ولا صعب على العرب كلنا، ولا كلنا كنا متضايقين. يعني امبارح كان فعلا في المقهى اللي كنت قاعد بتفرج فيه كان جنبي فلسطينيين ولبنانيين واردنيين وتونس، كله كان زعلان، وفجأة الصوت وطوه في الكافيه وكله خلاص بقى حالة حزن. ان هو الفكرة كلها انه يعني يعني اتليست يلعب الماتش كله، يعني ده اللي كان نفسنا فيه يحصل، ان هو يعني مش لازم يجيب جوان. والإصابة رعبتنا عشان موضوع كاس العالم، بس الحمد لله من مصادري الخاصة قدرت اعرف. لو سمحت مصادري انا مش انت عندك مصادر برضه؟ لو سمحت لا، كل واحد يخش بمصادره حضرتك. كل توقعاتنا طلعت غلط الا الاستاذة النتيجة. الا انا الأستاذة. لا هي ما توقعت. لا معليش اكسكيوز مي، انا توقعت انه ريال مدريد راح يفوز. انا فاكر ايام امبارح 3-1 ريال مدريد في تسجيلات. لا 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 ريال مدريد راح يفوز الحمد لله، وتوقعاتي طلعت صح زي ما قلت. بس طبعا انا في نفس الوقت زعلانه للي صار لمحمد صلاح، خصوصا انه هو حسيت انه حتى راموس ما عطوه ولا كرت اصفر ولا اي كرت. يعني حسيت يعني هذا الشيء مره ضايقني صراحه، مع اني انا كنت اشجع ريال مدريد، لكن بنفس الوقت زعلت على اللي صار في محمد صلاح. بس هو في ثلاث حاجات امبارح كانوا مضحكين طبعا للاحداث. اول حاجه طبعا كميه الكوميكس اللي نزلت على الفيسبوك، انا احكي لكم عليها كتير كانت مضحكه. اثنين الهجوم اللي نزل على صفحات سيرجيو راموس في كل الفيسبوك والانستغرام بتاعه، تفتح الكومنتس يعني كانها فنان عربي مثلا او لعيب كره عربي، وكله الكومنتس كلها بالعربي، كلها شتيمه عليه طبعا. تالت حاجه انه شفنا تعاطف رونالدو، وانا ضد الناس اللي منزله صوره لرونالدو بيبص لصلاح بصه اهو مش قاصد، يعني ما اعتقدش انه الدرجه بس لا يعني يعني شفتهم انه كان دايواسي انه ورا الاصابه، لانه رونالدو يعني مش جديد عليه انه يكون في موقف زي ده، وراجل خبره، فمش حاطط صلاح في باله زي ما احنا متخيلين انه كريستيانو. لا الراجل يعني حقق احلام كتير وكل حاجه، بس هي الفكره كلها ان كانت حركه منه حلوه، انا شايفها صراحة حركه كويسه. يعني سيرجيو راموس كان ليه لقطه وهو بيضحك للكاميرا بيضحك بقى، وصلاح خارج متالم كانه متعمد يعني. يعني والتعليقات يعني كانت تقول او المحللين الرياضيين كانوا يقولون مع سبق الاصرار والترصد كانت الضربه اللي هو سواها. بصي ايوه، ما انا بقول لك انا قبل الهوا كنا بنحكي الموضوع كله انه مدافع الكوره بيبقى مطالب بارهاب المهاجم. سيرجيو راموس مش بيقع على كتف صلاح وهو عارف ان صلاح هيجيله مزق في الاربطه مثلا، يعني هو مش بيعلم الغيب. يعني هي الفكره كلها ان هو بس الفكره انه قصد يأذي فاول طبعا. غير المحللين الرياضيين المحللين العرب اللي هم احنا نصهم قالوا ان الموضوع حسد، انه محمد صلاح انحسد على اللي وصل له هو بعالم كرة القدم، وان كل الناس كانوا متحمسين انه طبعا درجة كبيرة من الصعود السريع لنجم او لكروي ولعيب كورة، يعني بالدرجة دي ممكن تكون حسد يعني. نتمنى له الخير اكيد ونتمنى له السلامة. ودي لقطات من المباراة امس. شايفين طبعا ده كريستيانو رونالدو، كانت المباراة بدأ حلو جدا وسجال بين الفرقتين. كان كريستيانو رونالدو قصت شعره وما كانتش مفهومه. انا ما حبيت اللوك شكل كبير، اللوك كان غريب. هي الاصابه صارت بالبدايه، لان الاصابه صارت في اول نص ساعه يعني بعد 30 دقيقه ومرور 30 دقيقه من المباراه كانت الاصابه حصلت. اعتقد يمكن هنشوفها في لقطه دلوقتي. فرص كتير كانت ما بين الفرقتين، فكانت مباراه شكلها كده هيبقى فيها اهداف كتير، يعني كنت احس ان هيبقى فيها اهداف كتير، لكن للاسف توقعاتي هي اللي نجحت. توقعاتك المهم في بشرة سارة، بما ان احنا قاعدين نتكلم عن الماتش على قولتكم. محمد صلاح الحمد لله الدكتور اللي عاين او المختص قال انه هو راح يلعب في كاس العالم. الاصابه يرجع له ثاني، فبصي هنا بقى هو الحمد لله حيلعب في كاس العالم. الفكره كلها انا بدون اقطع كلامك انا اسف، بس هي الفكره كلها عشان عايزين نلحق اللقطه دي. سيرجيو راموس كانه في كاتب كتاب واخد محمد صلاح ومانجيجو ونازل فيه، يعني مش الدرجات. لكن الصوره اللي بعديها ان صلاح خرج اتعالج ونزل تاني لمده دقيقه وبعد كده ما قدر. دي برضو لو كان منزلش
تاني كنت هقلق جدا، وكانت هتبقى بشكل كبير اصابه بالغه. قويه لكن هو نزل تاني وبعد كده شك ان الاصابه. بدنا نشوفها بالصور هسه. اه بصي يعني شوف 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 معقول شوف التعمد يعني ماسك يده كانه ناس كتير شبهتها بلعبه الجودو ازاي دي بتاخد فاول في الجودو. اه جد فلا منظره يعني سيب ايده بعد ما تقع سيب ايده خلاص. وصلاح برضو الفكره كلها ان الكره ما كانتش كره هامه قوي يعني ما كانتش انفراد عشان هذا يبين لك انا ما اعرف بس احس الحقد اللي داخله عرف ما كان يبغى يلعب ف انه كان واضح انه لما مسك هو مصدر خطوره ليفربول الاول يعني امبارح حارس مرمى ليفربول عشان ما ننساهوش برضو كان غريب يعني كل الاولاني بيعمل كده راح بنزيما عارف يقطعها يجيب جون الجون الثالث جارث بيل لا ده الجون الثاني روعه يعني كان هذا الهايلايت المفروض نحكي عنه صراحه جول من نص الملعب تقريبا الجون الثاني تبع جارث بيل اه اللي شاطها والجون بس دي غلطه غريبه من الجون حارس المرمى يعني معروفه دي بيصدها بكل هلا ايه مزبوط بكل سهوله بس بالظاهر كانت المشاعر لسه نازله خلص صار في احباط صح. صار في احباط واضح بس ما فينا يعني ما فينا ما نقول انه الجول كان كتير حلو بالضبط. طبعا نحب نذكر مشاهدين انه احنا كل حلقه عندنا سؤال للمشاهدين انه يشاركونا رايهم به. سؤال الحلقه اليوم هو عن الديجافو. الديجافو هي كلمة فرنسية معناها شوهد من قبل، فهاي الظاهرة تصير ويا هواية ناس ان هم يكونون بأي يوم عادي من أيام حياتهم يشوفون شيء أو حدث فيتهيأ له هو بعقله الباطني انه هو شاف هذا المشهد من قبل. يعني مثلا أنا أكون قاعدة وياكم وأنت مثلا تقولي لي كلمة فأقولش أنه أنا شايفة هذا الشيء من قبل أو صار لنا من قبل، فما أعرف إذا أنتوا صارت هي نظريات كتير بقى مختلفة أنا قريتها على الموضوع ده. يعني في ناس بتقول اللي هو أنت بتشوف حياتك وأنت طفل لسه مولود كلها، وفي ناس بتقول لا ده عقلك الباطن بيخزن معلومات قديمة عندك بتتراكم فتطلع في شكل صورة. أنا اللي عارفه هو موضوع أنه الواحد من يكون بطن أمه أنه هو ده يشوف شريط الحياة كامل فده يشوف شنو ده يصير وياه، فممكن ويا العمر أنه ده تجي هاي اللحظات اللي هو شافها من قبل، او ممكن هي مرتبطه بالاحلام انه ممكن واحد الشيء اللي صار له بحلم انه يشوفه بعدين بالحقيقه. بس ايه اللحظه لما يحصل لك ديجافو بتحسي بايه؟ هو انا شفت شريط حياتي ده كله وسكته ولسه هيك عم بعمل بحياتي مصر على اغلاطي. ما بعرف بس انا بامن بقصه الجلس بالبطن انا بامن فيها، وكمان بامن انه في ناس انتم شايفينها بالمنام على فكره وممكن تطلع قدامكم. اوكي بس اللحظه اللي هي بتحصل لك فيها ديجافو بتحسي بايه؟ بتقولي ايه لنفسك او وين بتضايق؟ لانه بدي اعرف هو مين وين شايفته شو هذا الموقف ليش هذا الموقف حاسه انه صار معي من زمان. فكتير وانا بطبيعتي ذاكرتي ما انا كتير ضعيفه وما انا كتير قويه، يعني ضعيفه بالشغلات بدي اياها تكون ضعيفه وقويه بالشغلات بدي اياها تكون قويه. والمشكله انه بنفس اللحظه بالموقف من تحسين انه انت شفتيه من قبل ما تعرفين ايش حيصير بس تعرفين اللي صار فراسا من يبدي يتقدم الموقف يصير شيء تقولين ايه انه هو هذا الشيء صار باللي انا شفته. بتشوفيها في لقطه سينمائيه كده تلاقيه شيء مستفز شيء مستفز لانه بدك كل الاثباتات عليه. طب انه هذا الانسان مين؟ طب ليش هذا؟ وانا من النوع اللي اذا شفت حدا وبتوقع اني بعرفه او انه ممكن يكون بعرفه بعمل هيك بدي اعرفه واتذكر الله بدي اعرف مصر اعرفه واتذكر لدرجه انه ممكن هو يحس حاله انه مين هاي البنت الغريبه اللي عم تطلع فيه. زي ما قالت شاهيناز هو اهم حاجه ان انتوا شاركونا الديجافو حصل معاكم قبل كده، ممكن يبعتونا على السوشيال ميديا او ممكن يكلمونا على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه. طبعا اللي ما يشوفونا على التلفزيون يقدرون يتابعونا على الراديو على راديو الان او على يوتيوب لايف او على الاب مال قناه الان، همين تقدرون تنزلوه على الايفون او اندرويد وتتابعون الحلقه بدون تلفزيون. الدراما بتاعت المباراه بتاعت امبارح هي الترندنج نيوز في السوشيال ميديا وفي كل العالم، لانه مباراه النهائي بتاع تشامبيونز ليج بيتفرج عليها فعلا عدد 2 مليار بني ادم في الكره الارضيه. كانت في اهتمام كبير من العالم العربي لوجود محمد صلاح ولمشجعين ريال مدريد كتير. بحس انه مش عارف برشلونه ريال مدريد في العالم العربي اكتر يعني نص نص نقدر نقول 50-50 يعني. انا اللي على السوشيال ميديا البارحه اللي شفتهم اغلبهم كانوا ريال مدريد يعني المشجعين الاصليين ما راحوا انه ليفربول لانه بيه محمد صلاح بس ظلوا على رايهم بس تعاطفوا طبعا مع اللي حصل. طبعا اكيد كله كان متعاطف، كان في ردود افعال كبيره جدا من فنانين كتير على اللي حصل.
طبعا شفنا ردود افعال مثلا زي الفنان امير كرارة عايز يضرب سيرجيو راموس، بيقول له بس تعالى انا اشوفك وهتصرف معاك. شيرين كانت متعاطفه صح. بشكل كبير برضو مع محمد صلاح، لانه برضو الكوره فيها حته الدراما دي، ودي احلى حاجه في الكوره، ان انت عمرنا ما كنا هنتوقع السيناريو ده يحصل. كل الناس كانت بتقول ماتش هيبقى فيه جوان، ماتش مش عارف ايه، ما لو حد جه قال لك ده صلاح هيتصاب قبل او بعد الماتش ما يبتدي ب 30 دقيقه، ما حدش بيتوقع السيناريو بتاع المباراه خالص. في اي مباراه هتلاقي دايما المباراه بتيجي عكس ما كله بيتوقع، الا نادر المتوقعات. بشكل كبير. ترندنج، بس لي انا بحسك بتاعت الترندنج. او عامه عندنا بريك، هنطلع بريك سريع بعدين نرجع لكم وخليكم ويانا بموعدنا شباب. يلا بينا يلا بينا. رجعنا لكم مشاهدينا بموعدنا شباب، وحنكمل مواضيعنا المختلفة عن الرياضة والصحة والجمال والترندينج. طبعاً المواضيع دا نظل نتناقش بها كل يوم كقعدة شباب وأصدقاء. اليوم رح أقول لكم شوية معلومات هي تخص مجال العمل. أنه أكو دراسة ببريطانيا سووها على 2000 شخص، استنتجوا أنه شلون الواحد يحب طبيعة عمله تكون. فبهذا الاستطلاع النتيجة طلعت أنه الناس يفضلون دائماً الإجازات، هذا الشيء معروف، ويحبون انه ساعات العمل تكون فلكسبل، او انه الواحد يقدر مرنة، انه يقدر هو يروح شوكت ما يريد للشغل، او يختار الساعات اللي هو يريد يشتغل بيها. فطبعا هاي النتيجه اذا مشوا بيها هوايه من الشركات حتصير طبيعه العمل انه الناس سعيدين والموظفين كلهم مرتاحين اكثر، مرتاحين بشغلهم. الدراسه الثانيه هي سووها بشهر رمضان، انه الناس بدوا يعني ما يغيبون عن الشغل لأن ساعات العمل صارت أقل، متأخرة أو أقل. يعني دائما نشوف بشهر رمضان أنه الواحد ساعات عمله تتغير، طبعا بسبب الصيام، أنه الواحد لازم يرجع للبيت ويرتاح. فمن قللوا ساعات العمل أو صارت تبدي متأخر، يعني ما تبدي من الصبح، شافوا أن الناس بطلوا الغياب، يعني بطلوا يغيبون عن العمل. وثالث شيء هو أنه أكو دراسة جديدة ظهرت أنه بعام 2045 تقريباً نص سكان العالم حيصير عندهم سمنة. فهاي الدراسة بيست أنه الناس حيصير عندهم أمراض السكري أو الكوليسترول، فبالتالي حتصير عندهم أمراض السمنة أو حيصيرون عندهم سكري أو الكوليسترول. فطبعاً هاي الدراسة توضح أنه الناس يوم ورا يوم تزيد العادات السيئة مالتهم بالأكل، يعني يتبعون نظام مثلا الحلويات او الجنك فود، فبالتالي هذا الشيء حيأثر عليهم بالمستقبل، انه حيصير اكو هوايه سمنه. البدانه او أيوة. السمنه أيوة. بشكل كبير مشكله، يعني لازم ناس كتير، يعني حلو التوعيه منها وحلو ان الواحد يقعد يتكلم عليها، عشان طبعا غير المرضي لازم يكشف عن دكتور. بس اللي هو بياكل كتير او بنسيب الاطفال تاكل كتير وتاكل جنك فود كتير او الاكل السريع كتير، بيبقى صعب قوي ان الاباء يسيبوهم او اولياء الامور يسيبوهم في الحاله دي، لانه انت هتعاني قدام، الطفل هيعاني قدام. فهي لازم يبقى في توعيه اكتر، وبشوف محملات كتير في بلدنا العربيه جميله جدا، خصوصا بلدنا الحبيب الامارات، بيعملوا توعيات كويسه جدا، لانه الاكل مشكله لما بيزيد عن حده. يعني المشكله عندنا الاهالي لما خصوصا الاطفال لما ياكلونهم او هم ياكلون، بالعكس انا يعتبرونه نوع من انواع الدلع، يعني انه هو ما يرضى يقول له لا لا تاكل، انه ما يبغى ينقص شيء عن صح. عن الولد عندنا، بس هذا غلط يعني. هذا بيأثر سلبا على الطفل. هو الغريب بالموضوع انه حتى ورا ما صارت هاي حملات التوعيه وانه الناس يعرفون انه هذا الشيء غلط او هاي العادات غلط، فبعدها الدراسات انه بدها تبين انه بعدين حتصير امراض السمنه وحيصير السكري والكوليسترول. يعني بشكل كبير لازم الناس كلها تبقى عارفة انه دي مشكلة. وبصي الدراسة بتقول ان بعد 50 سنة، بتقولي بعد ب 2045، يعني حوالي 30 سنة مثلا، ولا احنا في سنة كام؟ الحساب ايه بالظبط؟ بالظبط 20 سنة مثلا هيكون في مشكلة كبيرة، واللي هي موجودة اصلا من دلوقتي. نفس ما كنا بنوعي من الوظائف اللي هتختفي، نفس اللي هي الحاجات اللي الدراسات بتتعمل عشان اساسها.
عندي مواضيع مختلفة النهاردة برضو تضحك شوية. يعني أول حاجة هحكي لكم على الموبايل الكلابي. الكلابي؟ يعني الموبايل للحيوانات الأليفة أو للكلاب بشكل والله كبير. هذا الناقص صراحة. ما ده اللي ناقص. شفت الاختراعات؟ يعني بقول لكم تلاقي إيش هو. أنا أحب أسمع عن هذه الأشياء. هي الفكرة كلها، بس قبل ما أفوت بالموضوع ده هحكي لكم عليه، عشان عايز أحكي لكم على موضوع تاني مهم برضو. اكتشفوا في دراسة إن 35% من اللي بيتخرجوا بشهادات مثلا هندسة ما بيشتغلوش في الهندسه. طبعا 35% من اللي بيتخرجوا من بزنس ومانجمنت ما بيشتغلوش في بزنس ومانجمنت. ويعني الدراسه بتشمل ان 35% من كل اللي بيتخرجوا بشهادات معينه ما بيشتغلوش، اول شغلانه ليهم ما بتبقاش في العمل بتاعه. ده صحي ولا غير صحي تفتكروا؟ انا شايف انه ده حاجه صحيه جدا. صحيه من نوع، من ناحيه انه هو درس شيء وده يتعلم او ده يشتغل شيء ثاني، فصار عنده خبره بمجالين، مجال دراسه او عمل. بس هو الشيء يعني الواحد ليش ضيع 4 سنين او 5 سنين من حياته حتى الشهاده يعلقها على الثلاجه ويروح يشتغل غير شيء؟ فهي هاي الفكره. اشتغلتي حاجه قبل كده من غير مجالي؟ اي اول شغلانه ليكي؟ اي يعني لا مو اول لا لما كنت بالجامعه. لما كنت بالجامعه كنت اعمل شغلات يمين ويسار، ما كان لها علاقه بتخرجي. بس لما تخرجت لا بلا، كنت حتى عملت انترنشيب بالاول، بعدين اشتغلت بالسوشيال ميديا، بعدين انتقلت للتلفزيون. ما طلعت عن برا نطاق دراستي بصراحه. انا شايف ان هي حاجه صحيه وحاجه كويسه. والحاجه الثانيه برضو صحيه، ان انت لو بتتخرجي تشتغلي في مجال دراستك او اللي انت اتعلمتيه. بس هي يمكن لانه الواحد تفكيره ده يتغير. يعني مثلا انا بمرحله الدراسه الجامعيه اكون افكر بشيء او اهدافي اهداف معينه، عندي اهداف معينه، بس بعدين ورا ما اتخرج ممكن تفكيري يتغير، اهتماماتي صح تتغير، اهدافك تتغير. مرات صح كلامك، مرات الاهل يختارون هم التخصص اللي يبغون ولدهم يدخل فيه، بس المشكله الولد مو هذه ميوله، فبالتالي لما يطلع من الجامعه او يتخرج راح يتجه الى الشيء اللي هو كان وده انه هو يدرسه او يشتغل فيه. لا انا الحمد لله يعني انا احب كل يعني عندي خبره في كذا مجال، فانا يعني بهذا الشيء شي بس الاعلام بالضبط. يعني حلو انك تكون عندك ثقافه وشهاده بشيء وانت في نفس. بس مثلا الطب اللي يبغى يكون دكتور ومثلا اهله يبغونه مهندس، هذه مشكله كبيره. يعني ما راح يقدر يكون طبيب لو ايش ما سوى. يعني في مجالات يعني انت ما تقدر تدخلها الا اذا كان عندك شهاده فيها. يبقى دكتور او هو عايز يدرس طب ويقول له لا عايزينك لعيب كوره. لا مستحيل. هذه انا ما اشوف اهالي زي كذا صراحه. تغيرت شويه المعايير. يعني اعتقد انه يعني بشكل كبير ما في مشكله، كل واحد يمشي ورا موهبته. كمان عندنا زي ما قلت لك بقى الهاتف بتاع الكلاب، هو اول هاتف في العالم مخصص للكلاب وسعره هيكون 200 دولار. الفكره كلها طبعا انه 200 دولار ولا حاجه يعني. هيتصل بيا ازاي؟ هي الفكره مش موبايل ان هو هيتصل. لا يعني هاي هاو 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 هاي هاو 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 الموبايل رنين عندك، مين هيطلع لك اسمه على طول؟ اسمه الكلب. اوكي الشاشه هي جايبه لنا الموبايل، هو هيتعلق في رقبته وبشكل كبير هيبقى زي شبيه بال عارفين نداء الاطفال الماشين. يعني هو الاونر اللي هيقدر يلقي بالضبط لو عايز ينادي عليه. عارفين في ناس كتير بتنزل بالكلاب الاليفه مثلا. سمعت حنان عم تضحك من جد. سمعت حنان عم تضحك. حنان هتجيبي موبايل للكلب بتاعك يا حنان. فالفكره كلها انه ما ينزل معاه ويتمشى، يقدر يعمل له زي كول فالكلب يجي له. هي حاجه زي ما بقول دايما انه في ناس بتخترع حاجات لناس ممكن تحس ان دي اهميه، بس ممكن انت هو المحبين الناس اللي يربون حيوانات اليفه. يعني في ناس كثير يحبون يربون حيوانات اليفه وانا اول واحده منهم صراحه. ناطره تحكي لا من جد يعني. ففي اشياء مفيده يعني كذا مره مثلا مرات تضيع القطوه او البسه. لا بس القطه تبقى صعبه يبقى ليها موبايل. الكلب ذكي شويه. لا اكيد. بس انا يعني مرات مثلا البسه القطه بتخرج من البيت انه مثلا اذا كان في حوش اوكي تلعب في الحوش، بس مرات تطلع برا واذا طلعت هنا راح تضيع. فهذه مشكله مره كبيره. فانت ناويه تجيب لها موبايل او هتكلمي الراجل ده تقولي اخترع لنا واحده للقطط؟ ارجوك. بس هم اصلا يتبعون اللي عارفه بالامارات انه اكو تشيب كل حيوان اليف تنحط بالهاي. لا دي موجوده. اي حتى ان كيس يعني اذا ضاع هم يقدرون يلقوه. بس هاي حتى بس فيها اجراءات كثير طويله حسب ما انا بعرف طبعا. بس انا اعرف انه ما حد اصلا يقدر يمتلك حيوان اليف بدون ما يكون عنده التشيب. أيوة. بالضبط. لان هي بشكل كبير يعرفوا انه متطعم ولا لا والاجراءات اللي هي العاديه دي، عشان ده بشكل كبير صحي للمجتمع. يعني
الموضوع الثالث اللي عايز اكلمكم فيه هو انه ناس كتير اكتشفوا انه او في دراسة اتعملت على العربيات ذات القيادة اللي هي بتشوفها دلوقتي عمالة تظهر، ناس كتير مش مرحبين بالموضوع ده خالص، ومن غير مشجعين لفكرة ان العربية تتساق لوحدها او نخش في العالم ده. أنا يعني منهم. انت بتحبي سواقة العربية؟ يعني احس السيارة متعتها انه السائق هو ده يستمتع بالسياقة او يحب السرعة او يحب هاي الاشياء، فما راح تكون فكرة حلوة بالنسبة له انه هو يركب بالسيارة وما يسوي شيء. يعني انا اصلا ما احب اطلع ويا ناس وهم يسوقون. بس انت في النهايه بتبقي عايزه تقعدي تمسكي موبايلك تشوفي الانستغرام. انا عكسي، انا احب اني انا انه احد يسوق او وانا اكون قاعده مرتاحه، يعني على قولتك امسك تليفوني اطالع الشوارع كذا يعني، عرفت؟ ف يعني بالعكس احب هذه الاختراعات، وهو اصلا اي شيء جديد ينزل في العالم يعني دائما البشر او الانسان كذا ياخذ موقف الا لما يتعود عليه يصير هذا الشيء عادي، فبالتالي الناس يقولون اوكي ليش لا. بعد ما شاهناز خدت مني البدايه النهارده ومتالقه جميله زي القمر، احنا مكملين لسه مشوارنا مع ريم ومها، ولسه عندنا اخبار كتير متنوعه، وعندنا الترندنج اخبار كتير واخبار فنانين جاي في السكه، واتكلمنا عن المباراه وهنتكلم عليها اكتر، بس عندنا فاصل. وبفكركم انه عندنا ارقام التليفونات ممكن تكلمونا عليها، ونريد الناس يشاركون رايهم بالمباراه من غير موضوع الديجا فو طبعا، قولوا لنا اذا صار وياهم وعلى المباراه. المباراه مهمه جدا، قولوا رايكم وتابعونا على السوشيال ميديا الان تي في، هتلاقوها فيسبوك وانستغرام وتويتر ويوتيوب، وكمان يقدروا يتابعونا لايف ويقدروا يسمعونا راديو، ويني بيقدروا ينزلوا الاب كمان. بالظبط، يعني قناه الان ما في مجال. هنطلع بريك ونرجع لكم تاني، استنونا هنرغي في ترندنج. ورجعنا لكم مشاهدينا تاني في حلقه جديده من موعدنا شباب. ما شاء الله ليش النشاط هذا، ما شاء الله. لقيتهم بعد الفطار نايمين شويه كده، هفوقهم ولازم نفوق شويه عشان ايه. لا سعيد سعيد، عندنا اخبار لسه متنوعه كتير جدا، هنتكلم على الرياضه تاني وعلى مباراه امس عشان الكلام لسه فيها ما خلص، وهنتكلم على نصائح وارشادات، وهنتكلم على الفن والترندنج بعد ما حكينا بشويه تكنولوجي وشويه ابديتس كده كنا بنحكي عليها من شويه، وشاهيناز حكت لنا على شويه اخبار، بس عايزين نعرف شويه نصايح واخبار صحه من الدكتوره مها لحد ما تبقاش دكتوره. لسه ما تخصصتني يا سيدي دكتوره. عايز قبل ما تبتدي بس افكر مشاهدينا، ارقامنا بتطلع على الشاشه، وسؤال الحلقه النهارده هو الديجا فو، حصل لكم قبل كده؟ واما بيحصل لكم بتحسوا بايه؟ ولو حصل لكم قبل كده فاكرينه بيحصل ليه؟ تامنون بيه ولا لا؟ بالظبط، فتقدروا تكلمونا وتشاركونا، والان ننتقل الى ما اهلا وسهلا. اليوم راح اتكلم عن 5 ارشادات لمرضى ضغط الدم كيفيه الصيام. طبعا اول شيء لازم يستشيرون الدكتور اذا يقدرون يصومون ولا لا، وفي حال الدكتور اعطاهم الاوكي انهم يصومون، اول شيء طبعا اهم شيء الاكل او مائده الفطور والسحور. اول شيء لازم يخففون من الملح بنسبه كبيره، يعني الاكلات اللي فيها ملح مثل الأجبان المليئة بالمالحة، المخللات، حتى الأشياء المعلبة، اللحم المعلب، هذه الأكلات لازم يخففون منها ويستبدلونها، حتى المكسرات اللي طبعاً مليانة بالملح يستبدلونها بمكسرات النية أو اللي يقولون عن اللي ما فيها ملح أبدا. ثاني شيء الإكثار من الماء، طبعا معروفة فوائد الماء انه هي تعطي صحه وتعطي ليون المفاصل والعضلات، وفوائدها كثيره وتمنع الجفاف، فعليهم الاكثار من الماء. ثاني شيء تخفيف من الكافيين اللي هي القهوه والشاي. يعني مريض مرضى ضغط الدم عليهم ان مثلا مسموح ان يشربون قهوه مره واحده بعد الفطور بمعدل بس كاس واحد، يعني مو اكثر من كذا، لان ماده الكافيين اللي موجوده فيها تضر بأصلا ضرب الإنسان العادي إذا كثرها، فما بالك بمرضى ضغط الدم. طبعا ثالث شيء الحبوب الكاملة، أيوة، أنه لازم يأكلون السفرة تكون مليئة بالأشياء اللي فيها حبوب، نفس الشوفان، الفريكة اللي هي أكلة شامية معروفة، مثل الخبز الأسمر، أشياء كثيرة تحتوي على الحبوب الكاملة. طبعا الخضار والفواكه معروف ان هي غنيه بالفيتامينز
والسكر الطبيعي. والسكر الطبيعي اللي مفيد للجسم. فهذه كانت فقرتنا الخمس إرشادات لمرضى. وبالنسبة لمرضى الضغط كمان في كثير ناس بتنسى حبة الضغط طبعا. طبعا الأدوية. الأدوية الأدوية شيء أساسي. غير إنه أنت لازم تعمل أسيستنس مع الأكل، لا الأدوية شيء أساسي. أنا بعرف ناس ممكن تنسى حبة الدواء تبعها اللي بتكون يا الصبح يا المساء. هذا كثير خطير لأنه بيتلاعب بنسبة أو مستوى ضغط الدم. والحالة النفسية ننصح كمان الحالة النفسية تكون مرتاحة، لأنه الضغط والسترس بيؤدي لارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه. صحيح. على ذكر الأكلات اللي قلتيها مفروض يلتزموا بيها، حد فيكم سمع عن الكيتو دايتينج؟ مين؟ أو الكيتو دايت؟ ها؟ طيب بكرة بحكي لكم عليه. لا أرجوك أبغى أعرف. مش دلوقتي عشان ده عايزة أوصفه لكم حلو جدا، هبكلمكم عليه بكرة أكيد أكيد هنتكلم عليه. ماشي. ثاني شيء اليوم رح أتكلم شيء غير الصحة طبعا، فقرتي منوعة. رح أتكلم الفقرة فيها كل شيء، فيها الكرة وفي يعني كل شيء موجود. رح أتكلم عن حورية فرغلي الممثلة المصرية المعروفة. صراحة أنا مرة أتعاطف معاها بسبب عمليات، هي أصلا كانت ملكة جمال مصر. بس بسبب عملية هي تشوه الأنف عندها. هي دائما نفت، قالت أنا ما عملت عملية تجميل. هي طاحت أصلا، صارت حادث وكانت راكبة الخير ووقعت من الحصان، فراحت عشان تصلح على وجهها، صار عندها إصابة. هذا الإكسكيوز اللي كل العالم تعطيني. لا بس هي حرام تقول من جد، قصة حقيقية. قصة حقيقية. فراحت عشان تصلح الأنف، مسكينة الدكتور أخطاء طبية خرب لها أنفها، وعملت وسافرت I think فرنسا أو مكان ما أدري وين عشان تصلح. كل ما جات تصلح مسكينة يخربوا لها إياها بزيادة. كان دورها رائع سوري في الفيلم الأخير بتاعها. كملي. صحيح. بس آخر شيء بعد ما صراحة تشوه منظر الأنف عندها، راحت ترميم مرة ثانية وسوت عملية أخيرة الحين. فإن شاء الله يقولون الدكاترة أنه الحمد لله تكون أنه العملية ناجحة، ف نتمنى لها الشفاء ونستنى نشوفها ان شاء الله. هي فنانة جميلة جدا لدورها في الفيلم الاخير اللي هو كان طلق صناعي. كان فيلم فكرته رائعة وبتضحك جدا، وكانت مع ماجد الكدواني، وظهر فيه كذا نجم تاني جديد كده على الساحة، وكانوا موجودين في مهرجان دبي السينمائي الاخير. ولا كانت حلوة فعلا. نتمنى دورها. لها الشفاء طبعا. بالظبط. العمليات تجميل، ويعني عارف فاكرة زمان كده كان مايكل جاكسون كان هو الايكون تبع وهذا يعني انا بالنسبه لي عمليات تجميل او التجميل بشكل عام ما هو غلط ولا خطا، بس اللي بيقول لك انه بيرفع من معنويات البني ادم، لا ما بيرفع من معنويات البني ادم. الواحد ببلش بشغله بقى بيشوف بقى الثاني، بيشوف الثالثه، بيشوف الرابعه، ويصير بقى بده يعمل اكل. نفس الشيء بالميك اب، بنت بتغطي عيوبها بالميك اب بتصير تغطي عيوب اخرى كمان بالميك اب، وبتصير ما بتستحلى نفسها ولا قادرة أنها تكسب ثقتها بذاتها، لأنه هي تعودت على نفسها بالتجميل وبالميك اب. أنا قصة مايكل جاكسون بالنسبة لي قصة كتير عميقة، يعني ما كان مفروض تدخل بنفسيته لهالدرجة، لأنه هي أخته بالمقابل ما عملت كل هال. بس اشتهرت على حسه أكيد. اشتهرت على حسه ما اختلفنا، بس يعني ضلت على لونها، ضلت على أساسها بالنهاية. ممكن عملت أنفة على اسمها، بس هو كتير زودها لدرجة أنه غير لونه، غير أنفه، شعره، جسمه. كان يعني حتى بيقولوا لك قد ما عمل هيك بجوز سبب وفاته كانت هيك. طب هي عمليات تجميل، انتوا يعني انا مش عايزه نخش في اللي هو نقاش كليشيه زي ما بيقولوا ضد ولا مع ولا كده، لا كل واحد حر طبعا يعمل اللي هو عايزه. بس هي الفكره كلها انه لما بتروحي للمنطقه السيفير، لما تعملي حاجه فعلا مرعبه، لما تعملي تغيير بشكل مريب مثل شفط الدهون مثلا. ما لا يعني انا في، ما هو في كيسز ممكن تكون شفط الدهون محتاجه يعني وفي كيسز انه يلعبوا رياضه. بكل الاحوال يعني الفكره من تجي الواحد فكره عمليه التجميل يكون هو عنده نقص يعني بالنفسيه حتى ياثر عليه، يكون اكو شيء مثلا سبيشلي اللي بالوجه، فمثلا هو كل يوم يشوف نفسه بالمرايه اكو شيء دا يؤذي نفسيته او هو ما حابه بشكله. فطبعا تبدي هاي الافكار تجي انه ليش ما اسوي عمليه وحده انه حيخفف او حيحلي شكلي. صح. بس مثل ما قالت ريم، ورا ما يبدي اول مره راح يبدي يشوف اشياء لخ كانت صغيره ممكن بنظره، بس ورا ما سوى اول عمليه يقول ليش لا. انه صراحه هو التجميل كثير هو صار هوس في عمليات التجميل، والعمليات التجميل صارت زي موضه.
يعني كل البنات يبغون نفس العين نفس الأنف نفس الشفايف نفس خلاص كلهم صاروا يشبهون بعض بالنهاية هذا شيء غير صحي صراحة في يعني الإنسان حلو إنه يكون على شكله متقبل ذاته بالضبط إلا إذا في حالة تستدعي إنه هي حتى هي خلت إنه معايير التجميل صارت إنه الجمال معروف إنه لازم عيون كبيرة خشم صغير الحلق يصير تناسق بس هي مو شرط يعني كل واحد الله خلقه بطريقة إنه هو جميل بدون ما يكون نفس الشكل أو نفس الباطن بس الـ يعني زي ما انت بتقولي هالفكره كوميرشال ابتدت تبقى صارت كوميرشال صار صاروا يعرفوا انه هاي شغلات بتكلف ومبالغ كتير كبيره وكذا فصارت شغله ربح اكثر من ما انه هي شغله استفاده وما زال الاقبال عليها كبير طبعا لانه ما في ثقافه معينه تجاه العالم وانت ما فيك تثقف انسان ما انه مقتنع بذاته هذا الشيء بالنهايه ما في الواحد كتير ياخذ ويعطي فيه هو ما انه مقتنع بذاته كيف بدك تقنعه انت ما فيك تفرض انه هو يقتنع بنفسه فصارت هلا ترند انه نحن بنعمل شيء كتير طبيعي ما رح نطلع عن خارج نطاق الطبيعي طب انه بالنهايه هي تجميل برجع بقول انا ماني ضد فكره التجميل ولاني ضد انه البنت تخوض عمليه معينه ممكن هو شيء بيأذي بذاتها ممكن شيء ما أنا واثقة بنفسها فيه تعمل شيء ممكن بسيط ممكن فيلر ممكن بوتوكس ممكن تتروح تجاعيد محل نازل بدها تطلع محله ما اختلفنا يعني هدول شغلات بسيطة أما نبلش بشي ونصير نعد لوراها وراها وراها أنا برأيي هذا الشيء صار too much أنا برأيي صار بده توعية علاج مرض توعية صحيح حكاوينا وقصصنا لسه ما خلصتش هنطلع بريك سريع ونرجع لكم تاني في موعدنا شباب استنونا يلا بينا الله خليكم كملوا عني في موعدنا شباب رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وزي ما عارفين بيبقى كل يوم عندنا سؤال للحلقة والنهاردة بنسأل على الديجافو اتكلمنا عليه من شوية احنا الاربعة وهنتكلم عليه لسه اكتر الديجافو حالة كده بتحصل لك بتبقاش عارف ده موقف شفته قبل كده في حياتك ولا في عقلك الباطن ولا ايه بالظبط قصته شاركونا الحوار وكمان بنتكلم على عمليات التجميل انت مع وضد وكده ممكن تشاركنا رأي لانه يعني شايف انه في ناس كتير عم تبعتنا انه هم اجينست بالظبط فعلى الفيسبوك او ممكن تكلمونا على الارقام اللي بتظهر قدامكم على الشاشه ومنها الى الترندنج واخبار الترندنج دايما ريم بتكون جايب لنا شويه مقتطفات كده حلوه جدا مظبوط في مقتطفات عم نشوفها على السوشيال ميديا في شيء لفت لي نظري اختها لسيرين عبد النور ماريا من عشاق بالظاهر مسلسل الهيبة أو هو الهيبة العودة عاملين له هاشتاج عم بتقول فيه إنه قد ما هي متعلقة بهذا المسلسل إذا كانت عم بتسوق أو هي برا البيت أو خارج المنزل أو وين ما كانت تكون هي حتى المسلسل بتحضره بالسيارة أو بتحضره برا لهالدرجة وصلت التعلق بمسلسل معين يعني نحن كلياتنا ما منصدق الله إمتى ينزل مثلا حلقة جديدة من مسلسل نحن منتابعه بس إنه نوصل لدرجة إنه نحن عم نسوق وما وإجا وقت المسلسل وما عم نحضره يعني هذا في خطر على نفسك قبل ما يكون في خطر على الآخرين وإذا ما بتحبي تفكري بنفسك فكري بالآخرين اللي هن برا بتفرجوا هي سايقة إيه بتفرجي هي سايقة ما هي بالكابشن اللي كان على الإنستغرام كان مكتوب إنه هي ممكن تسمعوا على الفو يعني على بس الراديو. الصوت لا 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 ما لا ما ينفعش ما ينفعش أنت لازم تعيش الحدث بالحلقة مع الممثلين ما حينفع إنه هي بس تسمع بإذن لازم تشوف الرياكشن مع الصوت بدها تشوف إذا هذا الشيء ظابط ولا مو ظابط هذا شيء جدا مهم مبدئيا هاي حادثة يعني اجتماعية لازم نعملها توعية لماريا وهي على صفحة نجوم نيوز شفنا أسيل عمران ولجين عمران بلقاء مع بعض حسيته كتير حلو كان حوار صراحة جدا رائع ما بيناتهم هلا كان في أسئلة تجاه أسيل نحن استغربنا من أجوبتها هلا منشوف المقاطع سوا بس كمان شيء تاني عجبني إنه كان في نوع من هيك نطاق الأخوة اللي كان موجود كانت لجين عمران يعني عم توصف أختها إنه هي يعني مو بس أختي هي بنتي أنا بهتم فيها وبحن عليها مثل كأنه هي بنتي لأنه هي أصغر منها بكتير وهي بتقول يعني إذا عم بتغيب أو إذا بتغيب عنا بتحس بوحدة
بال 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 بالبيت او بالمكان اللي هي فيه، هي المهم تكون موجوده بنفس البلد. بس سافرت بتحس بالوحده وبالظلمه وبالبتاع. هو المقطع جاهز بيه. ايه المقطع، خلينا نشوف بس المقطع اللي هي انسالت فيه سؤال جدا مهم وردت عليه. اوكي اوكي المقطع بيتحضر. وش اللي بعدك عني؟ ترى ما جابني إلا أنت وشوقي يكرب الخلان. أنا والله أبد ما خنت ولا فكرت في النسيان. وإذا تكوى أنا مكوى، ترى الدنيا ولا تسوى. وخير خير خير إن شاء الله. الظاهر أنا استعجلت نطيت للمقطع اللي كان فيه السبايس. بس أول شيء كنا حابين نورجي إنه كمان أسين مو بس طبعاً بتمثل، بتغني كمان مثل ما كنا بنعرف. وانا من اشد المعجبين بصوتها. انا احب صوتها صراحه. كان في صوت كتير هيك حنون. انا نعم. ما بعرف، بحب اللي بيغني بشكل عام. ما بعرف انتم شو بتوافقوني الراي ما بتوافقوني الراي، بس اذا كان في صوت مميز بالضبط بحس حالي يعني رحت الى عالم اخر. هي صراحه صوتها ناعم وحلو وحنون تحسينه، فانا احب. لا ما فيش خلاف اللي انت بتقوليه. الصوت على طول اول ما بيبقى حلو الواحد بيتشد البلاغه بشكل كبير. لا اراديا يعني. صح. طيب والمقطع الثاني جاهز برضو معانا اللي هنشوف فيه دلوقتي؟ اوكي. ده اللي كنت بتحكي عنه بقى. اوكي. مشاركة الناس يومياتك بشكل عفوي امر ندمتي عليه؟ اي ومش عيب. في مرحلة معينة كنت اقول لا وهذا أنا وبشكل عفوي. اليوم بعد ما كبرت، بعد ما تغيرت قناعات عندي، أقدر أقولك إيه نعم ندمت. ليش؟ لأنه مش الكل رح ياخذك بحسن نية، العكس تماماً. في السوشيال ميديا مش الكل رح يفهمك بالطريقة اللي أنت طالع فيها، في البعض رح يحور. فليش أصلاً أعور راسي؟ اقطع الموضوع من أساسه. ده كان المقطع بقى اللي بتحكي. شو رايكم باعترافها انه هي بتندم انه طلعت على السوشيال ميديا؟ او انا احس الكلام اللي هي قالتها انه مو كل الناس ياخذونك بحسن نيه، هذا صحيح 100%. لانه في تعليقات كثيره لما نشوفها سلبيه بالضبط، سواء على الانستغرام او سناب شات او اي كومنت يحطونها، دائما يحطون او الاغلبيه يحطون تعليقات سلبيه. انا ما اعرف ليش. فالانسان صار، خصوصا الحين الانسان صار يطلع حياته الشخصية على كل الناس ويصور كل شيء. فالإنسان كل ما يكبر تتغير قناعاته وآراءه. فأنا صراحة معاها أنا مع يعني ظريف الفنان أول ما بيعترف ده بقوة منه وحركة منه، بتقول أنا ما بيفرقش معايا بعترف وبعتذر ومش عيب. عم بتقلك أنه مش عيب بالنهاية. هي حياتها يعني. من واحد يفضل أنه تكون حياته شخصية أكثر أو ما يشارك مثل ما كان يشارك قبل، بالنهاية هذا الشيء أريح له. هم كلهم الفنانين دلوقتي بقوا على وعي كبير من هم لازم يظهروا بشخصياتهم الحقيقية، لأن ده بيقرب من الجمهور ليهم. زمان كان وقت المجلات بس هي اللي كنا بنعرف منها أخبار النجوم. الزمن غير الزمن. السوشيال ميديا هي لازم تحتك بجمهورها بشكل كبير، أو جمهوره لازم يطلع على السوشيال ميديا، لازم يبقى متواجد في كل أحداثه، لازم يشارك الناس. زي ما شفنا شيرين المقطع اللي كنت جايباه قاعدة بتقطف الفاكهة والخضار وبتحكي. كنا زمان مستحيل نشوف الفنانين بالصوره دي على مجله الموعد. لو في كان في مجله اسمها الموعد دي كانت الاشهر، كان اخرها تشوف صور افراح وكم حفله الفنان وكده. دي الترندنج. عندك اخبار ثانيه النهارده؟ بس المقطع اللي كنت انا عم بحكي فيه اكثر شيء انه كان في نوع من هيك الترابط والاخوه. سؤالي لشهناز، ما بتحسي انت وشهد اول شيء من الا هاي لشهد اكيد عم تعملها هاي شو ما بتحسي انه هذا الشيء كمان موجود كونه انت على السوشيال ميديا وهي على السوشيال ميديا؟ طبعا يعني الواحد من يكون اخوه او اخته الكبيره وياه خلال مسيرته المهنيه
هذا الشيء كلش يساعد، لان تحسين احد من دمك يعني من العائله وياك ودي ساندك ويساعدك. فانا دائما من اسوي اشياء ويا اختي كلش اكون مرتاحه، لانه خلص تحسي بأمان وياي، اي احس بالامان، وتحس وياك نصك الثاني يعني، هي بالنهايه اختي، ولانه الفرق بيني وبينها 9 سنين. بقالكم اخوات كثير؟ بقالكم اخوات كثير. الفرق بيني وبينها 9 سنين، فهمينا يمكن مثل لجاينة تحس انه هي امي، وانا دائما اقول عليها امي الثانيه. هذا شيء كثير حلو، انا كثير بحب اسمع هاي الشغله. عندنا مكالمه من شهناز او حد. الو الو الو، هاي هاي. هاي صديقتي دينا حمصي. شلونك دينا؟ الحمد لله. جود. دينا اليوم نريدك تشاركينا رايك بموضوع الديجا فو، قولي لنا اذا صار وياك من قبل، واذا انت تصدقين بهذا الشيء لو لا. اولا هاي دينا. هاي. دينا انا طالع. ايه انا طالع في الكاميرا. لسه مش عارفه اشوف. انت اكتر واحد طالع، ما تخاف. لا طبعا مش هقدر اسرق منكم الجميل. طبعا دينا دائما تصير وياها مواقف تقول لي ديجا فو، فجاه كل ما يصير شيء تقول لي هذا الشيء شفته من قبل. بس قولي لنا شنو اكثر موقف تذكرين به هاي الكلمه. اوكي، في مره رحنا كايتنج انا وصحباتي، فأنا وقعت من السيارة. أوكي. طرت منها. فلما وقعت طارت منها. أوكي. إيه؟ طرتي من السيارة؟ آه، إنه طلعت براتها. أوكي. فلما قمت كتير خفت، لأني كنت شايفة كل الوقعة وكل شيء صار معي. يعني كنت شايفة نفس الحادث من قبل صح؟ آه بالضبط، شفت مين اللي خبطني، وإنه كل شيء كان كل شايفيته. زين. وراها حسيتي انه انت شايفه اللي حيصير ورا الحادث، لو بس الحادث نفسه؟ لا بس الحادث. اوكي. اكو هواي ناس تصير وياهم اشياء كبيره، يعني هيك مثل ما قالت انه حادث، فتحس نفسك انه متذكر. بس ردنا نسالك على موضوع الاخر اللي هو عمليات التجميل، هل انت مع او ضد الموضوع؟ يعني في بحالات مع، في حالات ضد. بالحالات الشنعة شكلك زياد. بالحالات الشنعة عجبتني دينا صريحة. بيا حالة أنت مع العمليات؟ يعني إذا في مثلا حدا بنوزه إشي يعني كثير، إذا ده يأثر يعني على نفسيته مو؟ آه بالضبط. إنه أوكي يعني هي متوترة ولا تعرف شو تقول. دينا يعني فرحانين قوي بمكالمتك، بس يعني كنت عايز اسالك لما انت كنت يعني انت بعد ما حصل ده، هرجع للديجافو، انت بتقولي كنت سايقه الجو كارتينج صح؟ كان في كارتينج وطرتي من العربيه، ووسط ده اللي بيحصل وقفتي بقى وتقولي ده ديجافو حصل لي قبل كده، وسبتي اللي بيحصل كله، ولا اتعاملتي ازاي مع الموقف؟ فاهمه قصدي؟ لا، لما قمت من الوقعه كنت رح ابكي، لاني كنت شايفه كل شيء، كثير كنت خايفه. وقفوا السباق اهم حاجه ولا الناس كملت؟ ايه وقفوا السباق ولا الناس كملت؟ لا كملوا. يعني بدال الصدمه صارت صدمتين عندك. اول شيء انه هي مفاجاه، ثاني شيء انه ودي جابوا لي جاكي. يعني صراحه الله يعينك. بنشكرك يا دينا جدا على الاتصال الجميل ده، وتقدروا تشاركونا زي دينا على الارقام اللي بتظهر لكم على الشاشه. بنتكلم على عمليات التجميل، وبنتكلم على الديجافو كمان حصل لكم بتامنوا فيه او مش بتامنوا فيه، اقصد بتامنوا بيحصل ليه. وطبعا نرجع نشرح لهم انه الديجافو هي كلمه فرنسيه معناها شوهد من قبل، فانه هو موقف ده يصير وياكم تحسون انه انتم شفتوه من قبل، او شفتوا التفاصيل مثل ما قالت دينا. شفتوا الفيلم اللي هو الديجافو اصلا كان بتاع شفته بس دانيال. هفتكر لكم الفيلم عامة يعني. مكملين لسه في موضوعنا، وكنا بنتكلم على الترندنج دينزل واشنطن بالظبط. دينزل واشنطن، شكرا حسن جدا، مش عارف اعمل غيرك ايه. الفيلم كان حلو برضه، كان فيه فكره الديجافو. فعندنا ترندنج نيوز، طبعا هو اكبر ترندنج نيوز كان بتحصل من امبارح، يا مباراه الفاينل للتشامبيونز ليج. للي ما كانش متابعنا من اول ما ابتدينا نتكلم، حكينا شويه عن المباراه، حكينا عن اصابه محمد صلاح اللي بشكل كبير اتاكدنا بنسبه كبيره هو في تحاليل لسه بتحصل، بس انه في امل كبير جدا ان شاء الله يشارك مع المنتخب المصري في كاس العالم، واحتمال يشارك في الوديه اللي قبل كاس العالم ما تبتدي، انه المنتخبات كلها بتلعب بعض دلوقتي مباريات وديه للاستعداد. يا رب يا رب يلحق ويرجع تاني توب فورم، عشان الفريق فيه 10 لعيبه تانيين ممتازين ورائعين وهيموتوا نفسهم اكيد، عشان كلهم نفسهم
يبقوا زي صلاح واكتر، بس هي الفكره كلها ان محمد صلاح رمز و اكيد وقدوه. هنطلع بريك سريع، هنعمل ايه بعد البريك؟ ورا البريك راح نلعب اللعبه اللي متعودين عليها اللي هي بدون كلام، واليوم هم الأفرقة ده تختلف شويه. أيوة. بس انا اللي حشرح الفيلم اليوم وانت اللي هتكسبي في الاخر ان شاء الله. نرجع لكم بعد الفاصل ف يلا بينا. اوبا رجعنا لكم مشاهدينا بموعدنا شباب، ومكملين اللي بنسوي دائما بحلقاتنا هي الألعاب والمواضيع المختلفة. وأحب أذكركم سؤال الحلقة اليوم هو مو سؤال، أو نريد تشاركونا تجربتكم عن موضوع الديجافو اللي هي كلمة فرنسية معناها شهد من قبل. فإذا أنتم صار وياكم موقف إنه حسيتوا إنكم شفتوه من قبل، شاركونا على الأرقام اللي دا تطلع بالشاشة وقولوا لنا تجربتكم بهذا الموضوع. بس هسه حنلعب لعبتنا اللي كل يوم نلعبها اللي هي بدون كلام. هاي اللعبة واحد يحذر الأخ فيلم أو مسلسل أو مسرحية بدون ما يحكي طبعاً، بس بالإشارات، ويحاول الثاني يحذر شنو الفيلم أو المسلسل. إحنا نبتدي؟ أنتوا بتدوا. سهلة أوي. مثل العادة. أوكي. فيلم. لا. مسلسل. أوكي. الكلمة الأولى. أولاً مصري. أوكي. عم ينعرض هلأ؟ زمان. أوكي. شو هاي؟ بص سجن؟ اوكي. ثاني كلمة سجن عروس؟ سجن بنات؟ عرفت ما عرفته، سوري. سجن بنات، سجن عرايس، سجن نسوان، سجن بنت مرة، سجن نسوان. يلا مشيها يا سجن النساء يعني. اوكي خلص اوكي. سجن النسوان نفس الشيء، سجن النساء النسوان على فكرة. سيبنا يعني سيبوها لنا مرة دي بقى. ما بعرف تعالي لي كريم. صعبة ولا سهلة؟ صعبة. ما بعرف صعبة؟ للأسف. يلا الله يستر. يلا دوركم. تقول صعبة. يلا ورونا. من الحين يعني أنا أقول. يلا. اوكي شوفي، بدي أحكي في تب بهاي اللعبة. انه اقدر اقسم الكلمه قسمين. الاسم قسمه قسمين. اوكي ف مسلسل كلمه واحده. الحين المسلسل الكلمه واحده ثنتين. اوكي الاولى حر، الثانيه حربايه. هاي سهله كثير. حربايه بس قوي قوي. هيني حربيه هيفاء وهبي؟ ايه. اوكي. طب هاي انا كنت عرفتها. يعني بسجل النساء يعني ما كان معروف برضو وعمل نسبة مشاهدة كبيرة. هي عامة انت قلتي كل النساء، لا قلتي النسوان والبنات والمش عارف، قلتي كل حاجة. احنا نفس الشيء على طول من اول دقيقة. النساء قلت النساء. سجن النساء، قلتي النساء؟ قلت النساء. يعني ما خدتش بالي معلش. بس والله قلت النساء. تعادل النهاردة يعني صرنا حبايب. حكت نسوان. لا بس. او نسوان. نسوان بالظبط. بس برافو حربايه، كانت حركه سمارت انت. لا حبيتها. وده بيبقى شكل اللي بيفطر، ده شكل اللي بيفطر خفيف. ايوه ده كل اللي بيفطر خفيف نفسها. هي بتفطرش اصلا، انت كنت تمرتين وتنام. عامه معانا مكالمه على الهواء. عندنا مكالمه له. اوكي اليوم الناس متحمسين. الو الو الو، عرفنا باسمك. شريف سلطان. ازيك يا شريف؟ شريف من عندك يا عنبه. عامل ايه؟ كله تمام؟ ايه الاخبار؟ كله حلو. انت بتكلمنا من الامارات؟ ايه؟ بتكلمنا من الامارات؟ من الامارات. اوكي طيب ما عادي، ممكن يجي لنا مكالمه من الامارات. فطرت ايه النهارده؟ فطرت ايه النهارده؟ سمك. ايه ده؟ سمك. بحس ان السمك والكشري الجيم بيتلغوا في هو رمضان. هو انا كل يوم متسحر كشري. انا ما عنديش حاجه بتتلغي في رمضان. الله. طب كنا بنحكي النهارده شريف في موضوع الحلقه اللي هو الديجافو. حصل لك قبل كده الموقف ده اللي هو بتشوف فيه حاجه كانت حصلت لك قبل كده او تحس انها حصلت لك قبل كده؟ يعني حصلت اكيد في مواقف كتيره.
يعني موقف ممكن افتكره دلوقتي، مثلا لما نيجي نلعب نلعب كوتشينه مع الشباب في القهوه. نلعب كوتشينه، كوتشينه الشده للي ما بيعرف. كوتشينه. ويحصل موقف ممكن فجاه احس ان الموقف ده حصل نفسه بالضبط في نفس مع نفس البني ادمين. تحس انك شفته من الشعور اللي هو بيجي لك الشعور اللي هو انا حاسس ان انا كنت هنا قبل كده. ايوه فاهمه. طب شريف انت بتفتكر الديجافو ده ايه؟ هل هو حاجه مختزنه في العقل الباطن ام هي حاجه شفتها وانت صغير؟ لان هم بيقولوا مثلا ان ممكن شفتها وانت طفل. اه شفت حياتك كلها وانت طفل وانت في التسع شهور بتوع الحمل. فانت انت اني ثيوري او اي نظريه اللي انت متفق معاها اكبر او بشكل اكبر؟ بصراحه يعني انا اشوف ان هو روتين اكتر. اوكي. يعني لما الحاجة تعيدها مرة واثنين وثلاثة ممكن تصادف ان عقلك يفكر ان المشهد اتعاد مرتين في حياتك قبل كده. ممكن هو الواحد يتعود على شيء انه ده تصير نفس المواقف. هو ممكن يلعب كوتشينة كل يوم فده يشوف انه نفس الموقف يتكرر. بس ممكن بحالة دينا انه كحادث انه لا يمكن هي شافتها من قبل. بس شريف ردت اسألك على المباراة، شنو رأيك اللي صار البارحة ويا محمد صلاح؟ حرام بجد. زعلان. اهم شيء الضحكه الابتسام. حرام بجد. هارد لك ليفربول وبات لك جدا لمحمد صلاح، ويا رب يقوم بالسلامه عشان كاس العالم ان شاء الله. المباراه كانت فير، يعني مش شايف ان فيها حاجه غلط، بس نصيبه. فعلا نصيبه. اخر طب حاجه قبل ما نقفل، عشان كنا بنتكلم على عمليات تجميل، عادي ان انت ممكن مثلا ترتبط بواحده تكون عامله عمليات تجميل؟ خالص لا. هتعرف. خالص خالص. ما انت مش هتعرف اصلا. لا ما هي هتغشك. لا انت مش هتعرف ان هي عامله. هتخبي كل صورها القديمه تاريخ كامل. لا يطلع تاريخها. شريف بشكرك جدا على اتصالك وتابعنا دايما على قناه الان. شكرا. شكرا. انتوا كمان تقدروا تشاركونا الحوارات بتاعتنا والمواضيع. زي ما انتوا شايفين الحلقه احنا بقدر كبير ما مش متقمصين دور المذيعين، احنا شباب اصدقاء قاعدين بنتكلم في نفس المواضيع اللي بتتكلموا فيها في اي مكان. فتقدروا تشاركونا عن طريق الارقام التليفونات او السوشيال ميديا. وهنطلع بريك سريعا ونرجع تاني بقى مع السكتش. عندنا سكتش الفقره اللي جايه ترى النهارده. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. رجعنا لكم مشاهدينا في موعدنا شباب، معاده كل يوم من الساعة 6:30 للساعة 8 بتوقيت السعودية. وتقدروا تتابعونا على السوشيال ميديا كمان لايف على اليوتيوب، والان تي في هو التاج بتاعنا او الاكونت بتاعنا انستجرام وفيسبوك. سؤالنا النهارده بيتكلم على الديجافو، ومرينا بشوية فقرات في الحلقة، اتكلمنا على الصحة والرياضة ومحمد صلاح ومباراة امس، واتكلمنا كمان على الترندنج واخبار من الفنانين، وكمان اتكلمنا على الصحة وشوية نصائح وارشادات جميلة من الدكتوره الفنانه الجميله مها. شيء الفنانه. دكتوره الفنانه. الاثنين مع بعض تخصصين مع بعض. حكيت لنا كمان وانا حكيت لكم شويه اخبار. بس دلوقتي بتيجي فقره السكتش، بنتفرج على سكتش سريع بيتقسم لجزئين. الجزء الاولاني بنشوف منه لقطه بنحاول نفهم القصه، وفي الجزء الثاني بيوضح لينا الصوره. بس احنا بنقف كبريك كده في بعد النص الاولاني عشان نحلل ونعرف ايه اللي بيحصل وندردش معاكم. تقدروا كمان تكلمونا اكيد على الارقام اللي بتظهر لكم على الشاشه. السكتش جاهز؟ فينا؟ يلا بينا. فينا؟ يلا بينا. حلوة حاجاتك. هو انت ممكن توطي المزيكا؟ مزيكة ايه يا ابني؟ يا ابني مش عارف اذاكر، ما بعرفش اركز وفي حاجه حواليا كده. ما عشان انت مركز في المزيكا، ركز في المذاكره بس. ايه المزيكا الغريبه دي؟ بقول لك ايه، عايز تذاكر ذاكر في اوضه مختار، ما تقرفنيش. اوضه مختار صغيره، وانا وابوك كذا مره حيلنا عليك عشان مختار يجي ينام هنا اهوت ويبقى معايا في الاوضه وانت مش موافق. انا مش موافق عشان ايه؟ عشان اقعد مع اخويا، اخويا حبيبي. يا ابني طب ما هو برضو اخونا. بقول لك ايه، هو من ام وانا من ام ثانيه، خلاص قفل على الموضوع. بس ما يمنعش انك تتعامل معاه بطريقه كويسه،
طريقتك معاه وحشه وبابا بدا يلاحظ. خليك انت دايما كده، انت وابويا دايما واخدين صف. مفيش حاجه اسمها صف وصفك، احنا ثلاثه اخوات يا. اقول لك ايه، خليك في المذاكره بتاعتك. ما تزعلش نفسك يا ابني، خلاص هجيب لك موبايل غيره. زعلان والله يا حاج، خلاص الواد خالد بس عذر هزار تقيل خلى الموبايل وقع اتكسر. معلش يا حبيبي، اخوك الكبير يعني، معلش ما تزعلش منه. جمال اخويا برضه ما بيعذرش الهزار ده يعني. جمال يا حبيبي اخوك عاقل، انما خالد طايش حبتين. ما تخليش موقف زي ده والتافه يأثر ما بينكم. وبعدين ما تزعلش نفسك هجيب لك موبايل غيره. ربنا يخليك لينا يا حاج. المهم طمني انت عليك، عامل ايه في المذاكره؟ انا الحمد لله ماشي، هو بس الترم يعني صعب حبتين كده. ف طب يعني زود في المذاكره، خليك بتذاكر اكتر. نزود في المذاكره حاج. المهم بس كده، انا كنت عايزك في موضوع مهم. لا مش فاضي يا حاج، مش فاضي. انت مرضتش حاجه؟ ما تهزرش بقى يا واد. قول يا حاج عايز ايه. انا عايز يا ابني لو مت ما تتفرقش انت واخواتك. يا حاج بعد الشر عليك، ما تقولش كده، دي سنة الحياة. ويا ريت يا ابني ما تزعلش من اخوك خالد، اخوك بس زعلان، كان فاكر ان جوازتي من امك هي سبب في موت امه من الزعل، ف زعلش منه. والله يا حاج انا مش زعلان منه ولا حاجة، ده اخويا في الاول وفي الاخر. ربنا يخليكم لبعض. انا بس احنا عايزه يخف شوية الهزار اللي هو التقيل اللي بيهزرهم دول. لا اطلع اجيبهولك من ودانه دلوقتي وهزقهولك. لا لا ودان ايه وتهزقه ايه، ما لهاش لازمة. انت بس اتكلم معاه بالراحة كده بس، عشان يكرهني ولا حاجة. حاضر يا حبيبي، ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليكم. وما انا قطي بقى، لو عزت حاجة يبقى نادي عليا. ماشي حاضر. مع السلامة. المهم في موضوع مهم عايز اكلمك فيه. في واحد صاحبنا هيتروق النهاردة. صاحبنا مين؟ صاحبنا يا عم. وفي واحد تاني مختار. مختار اخوك؟ اه. مالك وماله؟ عايز زي ما تقول كده قرصة ود عشان ابويا بطل يدافع عنه. انت عبيط، هتعمل ايه مع مختار؟ اهدى يا عم كده، في ايه؟ هو ايه اللي اهدى؟ هتعمل ايه مع مختار؟ مفيش، اهدى كده من صوتك بس. الناس في ايه؟ انا خدت فلوس من الدولاب من عند ابويا وحطيتها في دولاب مختار. بس انا هلحق المصيبه دي. يا ولاد تعالوا لي. ايه يا بابا؟ خير يا حاج؟ في ايه يا حاج؟ يا بابا في ايه؟ انا هقول كلمتين قدامكم انتوا الثلاثه. انا عمري بخلت على حد فيكم، عمر حد فيكم طلب مني حاجة وما جبتهالوش. لو حد شايف غير كده يقول لي. ليه يا بوب بتقول كده؟ ايه اللي حصل؟ انا عمري حرمتكم من حاجة. حد طلب حاجة وانا قلت له لا، انما توصل ان انا اتسرق ده ما يرضينيش ابدا. مش معقول يا حاج، احنا عمر ما حد عمل كده. مختار بيتكلم صح، طول عمرك مربينا كويس مش حرمنا من حاجة. كويس، وانا ما يرضنيش ان انتوا تقعدوا معايا وحد فيكم سارقني. عشان كده انا هفتش في اوضه واحد واحد، واللي هلاقي عنده الفلوس لا هو ابني ولا اعرفه ولا هيعيش ما بيننا في البيت ده هو التاني. بس عارفين مش هبدا معاكم بالحل ده قدامكم ساعه واحده. الساعه دي كل واحد فيكم انتوا التلاته يفكر، لو عايز يعترف يجي يقول لي وانا هسامحه. ساعه، الساعه دي بعديها كل واحد فيكم يطلع لي سواء كان سرق ولا لا، علشان ما حدش فيكم تكسر عينه قدام التاني. انتوا واقفين قدامي ليه؟ اتفضل على اوضتك انت وهو. ساعة واحدة ومستنيكم. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الجزء الاول من السكتش في موعدنا شباب، كل يوم في نفس التوقيت هنتفرج عليه. اولا اول ما ابتدى افتكرتم انه ما هيجيبوا قصص مشاكل الطلبة في الشيرينج او في السكن الطلاب. ايوه انا كمان نفس الشيء. اكتشفنا قصة انهم اخوات وفي اخ ما بيحبش اخ. كمان في جزئيه بقى بتاعت اللي هو ما يعني الولد طيب والولد مش طيب والقصص دي، مشاكل عائليه المعتاده. مين شاف فيكم ايه؟ انا شفت ده اللي انا شفته لحد دلوقتي. والسؤال طبعا هل حد هيعترف ولا ايه اللي هيحصل؟
الا ما يرجع واحد لهيك لاحاسيسه ويقول ويقوم يعترف انه انا حبيت اعمل او يلفها بنوع من الانواع. بس مثل ما قلت في نوع من يا الغيره او الحقد انه يعني هو من مره ثانيه يعني فما بحس انه بانتماء او بوند الاخوه هذا ما انه موجود. انا اشوف نفس الشيء انه في غيره ما بين الاخوان خصوصا اذا كانت معامله الاب الواحد من الابناء معامله ثانيه او انه يفضل الابن الاول عن الثاني او كذا فتحصل شويه غيره. بلس انه هو في الاول قال ان لما تزوجت امك امه ماتت بسبب انه هي انقهرت عليه فهذا سبب يخليه هو يكون عدواني اكثر عدواني. اكثر مثل ما قالت مها انه هذا الشيء اللي يولد بقلبها يعني الحقد وهاي الاشياء الغيره. بس طبعا الاخوان حتى اذا كانوا من نفس الام والاب من يتشاركون بشيء واحد تحسهم تبدي الغيره او يبدي الغضب او تبدي الصراعات بينهم لانه ما حد يحب انه يشارك شيء ويا احد اخ حتى اذا كان اخوه. احنا السكتش الجزء الثاني جاهز فتعالوا نتفرج بقى ونشوف هل حد هيعترف ولا ايه اللي هيحصل. اللي مخبي ابو تشيرت احمر هيقول ايه عشان ما عندناش اساميهم بس تعالوا نشوفهم ولا في اسامي. اتفضل يا حاج. ايه ده؟ دي الفلوس اللي كانت ضايعه منك. تلاقيتهم فين؟ كانوا عندي جوه في الدولاب. كانوا عندك في الدولاب؟ جاي بتعيط وعايز تعترف وفاكرني هصدقك؟ انا عارف ان حد منهم هم اللي حطها لك في دولابك. انا عارف. انا اللي خدت الفلوس يا حاج. انا كنت محتاجهم بس كده عشان كنت عاوز حاجه بس. مش مصدقك. قول لي اللي انت مش صح. قول لي الكلام ده كله مش حقيقي. هاتهم لي وانا اوريك انا هعمل فيهم ايه دلوقتي قدامك. حاج انا اللي خدت الفلوس يا حاج. هي دي الحقيقه. انا اللي خدت الفلوس. ما تقولش كده. الفلوس دي كانت عندي جوه. انا اللي خدتهم من عندك علشان انا كنت خلاص. امشي من قدامي. امشي. بابا اختار اللي خد الفلوس يا جمال. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انا اللي خدت الفلوس يا جمال. بابا الكلام ده ما حصلش. مختار ما اخدش حاجه. امال مين اللي خدها؟ انا اللي خدت الفلوس يا جمال. الفلوس قدامك اهي. انا اللي واخدها. لا يا بابا انا اللي اخدتها. انا اللي اخدت الفلوس وما كنتش عايز اخلي خالد يشوف الفلوس في الدولاب فسبتها عند مختار. مش كده؟ ما تصدقوش يا حاج. الكلام اللي بتقوله ده صح؟ لا يا حاج ما تصدقوش. هو بيقول كده بس عشان مش عايزك تزعل مني. انا اللي واخد الفلوس. الفلوس اهي. انا اللي جايبها لك. انا اللي واخدها. جمال عنده حق يا حاج. مختار ما خدش الفلوس. انا اللي خدت فلوس. انا مش مصدق يعني. ما كنتش متوقع ان مختار هيقول لك حاجه زي كده عشان يدافع عني. وجمال كان بيقول لك كده عشان خايف عليا. انا اللي خدت الفلوس و انا قدامك. انا عارف اني غلطان. انا اعمل فيها اللي انت عايزه. مبقاش مهم عندي مين اللي خد الفلوس. كفايه ان انتوا الثلاثه عمالين تدافعوا على بعض. يمكن ده اللي خلاكوا تحسوا قد ايه انا عمري ما فرقت ما بينكم. وصدقوني فعلا ما بقاش فارق معايا اعرف مين اللي عملها بجد. لقيتوا الثلاثه ولادي. انتوا الثلاثه بحبكم. ربنا يخليكم لبعض يا ولاد. ربنا يخليك لينا. ايش يا مها؟ ايش يا مها؟ ارجوكي مناديل سيبوني سيبوني. الدراما واخده حقها من امبارح الصراحه. بعد محمد صلاح كله عايز يعيط. شفتي اللي كان بيبكي التاني اللي كان مرمي على الارض؟ اقول لك انا امس كان تعليقي انه هذه المباراه كانت هي مباراه سجلت الرقم القياسي في الناس اللي يبكون. كلهم كانوا يبكون. باقي بس الجمهور يبكي. طيب نرجع للسكتش. طبعا شفنا الجزء الثاني وكانت شبه يعني انا القصه كنت متوقع ان ده اللي هيحصل. انه يعني حصل الموقف اللي في الاخر
بس ما كنتش متوقع ان اللي هو التاني هيطلع الفلوس ويقول كده، كنت متوقع الاخ الكبير هيرجع يقول لا ده هو ده اللي خد من ده، بس هو اخوه كبير عصبي زياده يعني طلب يزعق من اول البتاع ده حاول تحل المشاكل. بس الحلو بموضوع انه مثل ما قال الاب انه كلهم واحد يدافع عن الثاني فما طلع واحد غلطان بالنهايه. طيب الفكره كلها في انه يعني عمل كده عشان الغيره اللي قلنا عليها في الاول، بس هو ليه اعترف ما كملش في النهايه. احساس الاخوه هو اللي يطغى على احساس الغيره، بالنهايه هم اخوان، ف الا ما الا سبحان الله الدم يعني يحن، فعشان كذا تراجع عن رايه. انا هم اخوات بس مش من اب، بس ستيل اخوان يعني. طيب معنا اتصال، لما نشوف مين معانا دلوقتي. الو نهى. الو ازيك يا نهى؟ الحمد لله تمام، كيفك انت؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله ماشي الحال. شو اخباركم انتم؟ رمضان كريم. الله رمضان كريم نهى. الحمد لله تمام. نهى بنتكلم النهارده عن الديجا فو، حصل لك قبل كده؟ صراحه اكيد ما بعتقد في حدا بيمرق ما بيقطع على ديجا فو يعني. يمكن حتى sometimes تحسها psychologically لأنه اللي حوالينا بنسمعه بيقول كتير ديجا فو، لا شعوريا بتأثر علينا نحن. بس أكيد أنا صارت لي هيك وصارت لي هيك. أحيانا بتحس أنه إيه خيال شوي زيادة لأن الواحد بيكون عم بفكر بالموضوع كتير، بس أكيد في أيام كمان لا لحالة هيك out of nowhere شغلة بتصير أنت ما بتكون حاسب حسابة، بتطلع هيك تقول يا الله أنه كأنه صارت معي أنا هذه الشغلة قبل. زي انت تحسين انه هو شيء انه انت مثلا من الطفوله، مثل ما قلنا انه الواحد من يكون بعده بالتسع اشهر مال اللي بطن امه انه هو يشوف كل شريط حياته، فتحسين هذا الشيء صح؟ اكيد يعني بلاكي هي اكثر شيء بتحسي انه شغله صارت معك ومثل يو ار فيري شور ذات ات هابن، عرفتي؟ بس هي أنت الواحد بيكون شايفه ما بعرف صراحة. سمعت أنا إنه مثل ما كنت عم تقول إنه هي بيكون ببطن أمه شايف هالقصص، في ناس بيقول إنه الولد هو عم ينولد مثل بينقطع عليه شريط حياته، ف sometimes it's deja vu that is related to it. بس I don't know صراحة what the truth behind it يعني. أنا شوية برضو فاكرين أو تفتكر أنت أنا فيلم انترستيلر لما كان طلع الفضاء وشاف انه في العالم ليه جزء تاني، مش عايز اشرح نظريه قوي، بس كنت حاسس ان في ناس عايشه كانت نفس الناس دي عاشت قبل كده واحنا دلوقتي رجعنا نعيش نفس الحياه تاني، مش داخله دماغك دي. ممكن صراحه بتلاقي غرايب وعجايب كتير ما بتفهم ان اي الصح واي الغلط. ترو. سؤالنا التاني عن عمليات التجميل. اسالك عن عمليات التجميل؟ لا مش تساليني انا. احنا سالنا عن عمليات التجميل. انت يعني بتحسي ان هي مع ولا ضد؟ مع او ضد، او كمان لو جالك راجل ما في يعني رجال كتير بيعملوا عمليات تتجوزيه عادي او ترتبطي بيه؟ لا الرجل صعب الواحد يتقبلها انا هيك نوعا؟ اكيد كثير صعب. انا عني اكيد لا، بس عمليات التجميل انا بنظري لها محاسنها او ادفانتجز وديس ادفانتجز اكيد مثل اي موضوع ثاني. الادفانتجز منها للناس اللي بيكونوا بعازه لها لا سمح الله حادث او تشوه او بغض النظر شو السبب اللي ممكن يكون، بس انه بيكون في عيب خلقي او في something بده يتحسن. بس الناس الطبيعية خلقت ربها حلوة وبروحها بغيره بحالهم، فأنا أكيد ضدها يعني. بشكرك يا رها جدا على اتصالك، وبنتمنى لك أكيد رمضان كريم، وفضل هو احنا في اليوم 11 فكل سنة طيبة. Thank you نهى. Thank you. شكرا. طيب احنا مكملين لسه في موعدنا شباب، كنا بندردش على السكريبت واللي حصل، السكريبت ايه؟ السكتش. السكتش. وكنا شفنا الموقف اللي حصل بين الثلاثة الإخوات مع الوالد، وكان فيهم واحد بيحاول يعمل في التاني بيسموه ايه؟ مقلب عشان بيكرهه او يفرك له اذنه شوي انه انتبه يعني ما تفكر حالك انه انت شيء مهم، انت بالنهايه من التانية مش من الاولى، يعني هالتفكير العربي القديم. دي كانت حلقتنا النهارده من موعدنا شباب، بكره هنكون معاكم في نفس الميعاد من الساعه 6:30 للساعه 8، استنونا وبنفس الفقرات تكنولوجيا وصحه وترندنج وكل لا الحاجات. لا تنسون تتابعون الحلقات لانه بدأت تنزل على يوتيوب، اللي ما بده يشوفها على التلفزيون يقدر يشوفها على يوتيوب او على الاب او يسمعنا على الراديو. اوكي يلا بينا، نشوفكم بكره. يلا بينا.